مع اقتراب البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، تكثر الأحداث والأحاديث والابتكارات قبل كأس العالم. القمصان والأعلام والهتافات أشكال لتشجيع المنتخبات، لكن الروس ابتكروا طريقة جديدة لتشجيع منتخب بلادهم وهي الشوارب، وذلك دعماً لمدربهم تشيرشيسوف. الحكاية بدأت عندما قرر مذيع تلفزيوني روسي يدعى إيفان أرغانت إقامة حملة تحت عنوان موستاش أوف هوب أو شوارب الأمل، بدأها في برنامجه فقلده الكثيرون وحتى الأطفال. اثنان وثمانون مليون ألماني سيساندون المانشافت في رحلة الحفاظ على لقبهم، وإلى جانبهم هذا المزارع من بنغلاديش. أمجد حسين البالغ من العمر 69 عاماً باع أرضه لحياكة أطول علم ألماني في العالم بطول 5 كيلومترات، وعرضه أمام سكان قريته بحضور مندوبين من السفارة الألمانية. أما السبب فيعود لاستفادته من علاج ألماني لمرض ألم به. استعدت شوارع كراسنودار الروسية لاستقبال بطل كأس العالم 2010 منتخب إسبانيا الذي وصلها اليوم عبر تزيين بعض الشوارع وملعب التدريب بشعار لاروخا، وخصت الكابتن سيرجيو راموس برسم كبير على أمل ألا يمر مشجع لمحمد صلاح بالقرب من هذه البناية. رغم تفنن الروس في استعراض أطباقهم التقليدية عبر الوسائل الإعلامية قبل بدء المونديال، فإن الإغراءات لم تلقى صدى عند منتخب إنجلترا، حيث قرروا شحن المئات من علب الفاصوليا البيضاء معهم إلى روسيا، لكن المدرب اشترط عدم تناولها ليلة المباراة. وإلى جانبها سيتم شحن أنواع معينة من الحلويات والشاي الإنجليزي والخردل وغيرها. صحيح أن المونديال المقبل يسدد فيه رجال الكرة، لكن شركات الموضة لم تنسى الجنس اللطيف، فبعدما رأينا في السنوات السابقة إبداعات في الملابس المستوحاة من أجواء كأس العالم، أطلقت هذه المرة شركة حقائب فرنسية شهيرة مجموعتها لصيف 2018 بحقائب مونديالية مبتكرة، يصل سعر الواحدة منها سعر تذكرة لشخص أو اثنين في المباراة النهائية، والأولوية في القرار لك أنت. هدى زين الدين، العربية.